يعتنق فيها طريقة الترقاوية. طبعا سوف يلتقي لأول مرة الشيخ العربي الترقاوي عندما كان هناك حرب بين المغرب وإسبانيا سنة 1205 هجرية، عندما أعلن مولاي يزيد الحرب ضد إسبانيا من أجل تحرير مدينة سرطة. وطبعا جاء شيوخ الزوايا والقلائل من أجل مشاركة الجهاد. من بين الذين جاءوا كان الشيخ العربي الطرقاوي، وطبعا الشيخ أحمد بن عبد العجيبة كان يدرس في مدينة جدة، وطبعا سوف يصارع أيضا الجهاد والتقى بالشيخ العربي الطرقاوي، وكان هناك اللقاء الأول. بعد ذلك بثلاث سنوات سوف يعتنق بشكل رسمي طريقة الطرقاوية بعد يعني أن استقطبه محمد المسلم. مسألة مهمة جدا، عندما اعتنق سيدي أحمد بن عجيبة الطريقة الطرقاوية سوف يبدأ بتجربة التطهير، سوف يقوم بالتطهير والتجرد، تطهير نفسه من الرياء ومن يعني الأمراض النفسية، سوف يسميها بالتطهير. إذن يقول بأن التطهير هو أول التطهير أن أول عمل يقتضي التصوف الباطني يكمن في التجرد التام أو التطهير. وخصص ابن عجيبة فصلا كاملا في فراسته لتسجيل تجربته الفريدة في التجرد والتطهير. طبعا ابن عجيبة كان يعتبر قبل دخول التصوف كان يعتبر من أعيان مدينة تطوان، عندما انتقل إلى مدينة تطوان هاجر إلى مدينة تطوان ونبغ فأصبح من علمائها الكبار، فأصبح يعد من العلماء الكبار. يقول سيدنا ابن عجيبة أنه كان متلبسا أو يقول كنت متلبسا بشيء من الدنيا، يعني كان أيضا تجيبه الدنيا. كان عندي بستان وعرستان من التين من قبل الحلوس وبقرة تحلو وملاح، ملاح هو ماذا الذي يصنعون في الملح يعني بالقرب من البحر، يقولون بصناعة الملح عن طريق تبخير مياه البحر. وهذه طبعا كان يعني واحد من النشاط يدر مدخولا إذا كان له ملاح وخزانة من الكتب. فلما دخلت في الطريق ذهب ذلك كله وبقيت كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادى، فتجرد من كتبه وتجرد من أملاكه إلى غير ذلك. بعد تجرده من ممتلكاته المادية سوف يحاول أن يتجرد إلى المكان المجتمعي بعد مكان العلماء الكبار، ويحظى بالتقدير ويحظى يعني بالتقدير من طرف طلبته وأيضا من عامة المجتمع. حاول أن يقمع نفسه ويميت نفسه لذلك الرياء من تلك المكانة الاجتماعية. يقول عيون سواء تلك الطوائف الصوفية سواء الشعبية أو تلك الأرستقراطية، وقام أيضا بفتح يعني الأعيان إلى غير ذلك. إذن أحرجه وبالتالي دبروا يعني مكيدا من أجل محاكمته. إذن دبروا له مكيدة هي أنه قام جاءت التهمة من الوزان. إذن التهمة جاءت من الوزان لأن سيدي هاشم أخ سيدي أحمد بن عجيبة قام أحد الأشخاص الوزانيين اتهم هاشمي هاشمي بن عجيبة بأنه قام بتلقين زوجته الورد في منزله وفي غيابه. إذن هذه كانت التهمة، فحاكموه. عندما ألقي القبض على هاشمي سيدي أحمد بن عجيبة علم بأن الأمر عبارة عن يعني مكيدة فقط من أجل يعني يزجي به في السجن، فدخل مع أخي السجن على الرغم من أنه لم توجه إليه تهمة. بعد ذلك في نفس بعد ذلك في نفس الأيام سوف تأتي طائفة من الطرقاويين من مناطق المغرب من بين العلماء الكبار في الكردي، وسوف يوضعون أيضا في السجن، وسوف تتم يعني محاكمته، ولن يطلق سراحه إلا بعد أن يعني تعهد بالرجوع عن هذه يعني التصرفات التي يقوم بها. وقال بأنه عاد بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، بمعنى أنه على الرغم أنه قال بلسانه أنه سوف يرجع وقلبه هو مطمئن بأنه على صواب. إذا طبعا دبرت هذه المحاكمة، هذه المحاكمة حضرها
العلماء أشرف من أشرف سيدي علي بن رايزون، العلماء محمد بن الحسن الجيلاني الصغير تلميذ الإمام الأب عبد الجليل الحقان، القائد مدينة النوار الصريبي قائد مولاي سليمان إلى غير ذلك. فكانت محاكمة لم في هذه المرحلة كما لاحظت أن هناك نوع من التورط زاويتان للتنحية العلمية، هناك تهمة جاءت موزان لأن من دفع هذا الشخص يعني يشتكي إلى قائد تيمون هو سيدي علي الوزاني شيخ الزاوية، ثم أن سيدي علي بن رايزون هو الذي كان في هيئة المحكمة من أحد الذين قاموا بالمحاكمة. إذا الوقت ربما يعني لا يكفي للاستفادة، فقط أعطيكم هنا قصيدة بعثت بها نقيب الشرفاء بمدينة فاس سيدي أبو الربيع سليمان بن حوات، ينتقد فيها سيدي علي بن رايزون لأنه ضايق أو لأنه وقف ضد سيدي علي بن عجلة. يقول له أبا الحسن، سيدي علي بن رايزون، أبا الحسن كن مثل والدك الذي تغيب في سكر الشهود عن الحس، وإلا فاصلح منك بالزهد فاسدا وكن واثقا بالموت يصبح او يمسي، فكيف يهين ابني عجيبه مسلم وعلمهما بالله اجدى من الشمس. ثم قال هم قوم كفوا انفسهم ولسانهم، ومن يستطيع كف اللسان او النفس، فدونك نصحي يا ابن رايزون، واشتغل بنفسك عن الناس عن عمرو او قيس، وحبي لكم قوي انتصاري وحبي لكم قوى انتصاري لهم، فكن كهم لا ترى بغير ربك من انس. اذا لقيت شرفاء في مدينه فاس ابو سليمان ابو الربيع سليمان الحوات انتصر لسيدي علي بن عجيبه على يعني سيدي علي بن رايزون، بقي في كفنه وفي تابوته بلا دفن لمدة 8 أيام ينتظرون قدوم أخيه الهاشم بن عجيبة الذي كان في تلمسان مع سيدي البوزيلي، سيدي محمد البوزيلي الذي كان قد انتقل إلى تلمسان هربا من ملاحقة أيضا يعني ربما كان ملاحق من طرف المحصن أيضا، وهرب إلى تلمسان بإشارة من شيخه عبد الدرقاوي. فانتظروا إلى أن يأتي الهاشم بعد ذلك 8 أيام، عندما وصل بعد 8 أيام أيضا توفي الهاشمي الأخ الذي سيحكي بن عجيبة أيضا ربما بوباء كان في هذه المنطقة. و بعد أيام إذا دفن في غبالة، دفن في غبالة، وبعد ذلك مسقط رأسه وإلى قبيلته. إذا طلبوا من سيدي محمد البوزيلي أن يسمح لهم بنقل رفعة سيدي علي بن عجيبة إلى مسقط رأسه إلى أنجرة، وفعلا جاءوا به إلى أنجرة، نقلوا إلى زاوية أنجرة، مروا به بقرب من مدينة تطوان، فتلقته ابنته وأهله وأحباؤه خارج أسوار المدينة، ثم حملوه إلى زاويته في أنجرة المسمى بالزبيج ودفن هنا. هناك رواية أخرى لسيدي علي بن الرهوني صاحب عودة الراوي، يقول سيدي علي بن الرهوني، يقول رأيت بخط سيدي علي الخطيب أنه دفن أولا بمنشار بني بغداد من قبيلة بن سعيد، ثم زار قبره جماعة من طلبة أنجرة وباتوا يقرؤون عليه، وأخذوه ليلا ومروا به على تطوان وأنزلوه بسيدي عبد القادر التبي، فبات هناك وزاره بعض أهل تطوان، ثم ذهبوا به ودفنوه بأنجرة قرب الزبيج. وبعد مدة وقف ملاما على رجل كان يقطع الطريق، فأمره بالتوبة وأن يلازم سقي الماء للناس بسوق الخميس، فتاب وصار رجلا صالحا، وأمره أن يخبر أهله بأن عينا من الماء فاضت عليه في قبره، وأن ينقلوه، فلما أخبره الرجل الأمر كذلك، فنقلوه إلى المحل الذي بنيت عليه قبة الزبيج والعين المذكورة،
تعرف به الان. اذن دفن في القرن الاول ثم الثاني ثم الثالث حسب روايه الرومي. اذن هذا معظم يعني الحديث عن الناس.